وأنا جاية على حدود اعتقلوا زوجي. ما عاد عرفت شو بدي ساوي. ما حسيت غير إنها طلقة دخلت برجلي التنتين، سببت لي إعاقة برجلي تقريباً سنة وشوي، ومجرد ما قدرت وقف على رجلي ما بقى فيي ضل بالشام. خفت على الأولاد كتير، فاضطرت إني أطلع على لبنان. ضرب على منطقتنا، المنطقة اسمها دارية، إنه كان في قتل كتير كتير، 4000 شهيد كان عنا، مجازر مذابح أمام عيوننا هي كانت بتصير، وكان في اعتداءات. عندي صديقات كتير هون من سوريا، التقيت أنا وياهن هون، شكلنا مجموعة ورحنا على مركز كفا، بلشت بتدريب السيدات على التطريز اليدوي بحال إنه تقدر تعمل لحالها شغل بالبيت. أول ما رحت على مركز كفا عم يعطوا محاضرة عن الدعم النفسي وشلون الإنسان لازم يطلع من ضعفه، يستفاد من المأزق اللي فات فيه، شلون يطلع قوي منه، يعني ما يضعف ويعطي غيره. إنه أصل الألماس فحم، بس من كتر الضغط عليه تبلور وصار ألماس، فأنا ما بزعل من الضغط عليه.